السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنعرف فيه ازاي نخس ونخسر دهون من غير ما نحسب السعرات الحرارية. اول حاجة لازم نعرفها ان الانسولين كل ما كان مرتفع في الجسم كل ما منع من حرق دهون الجسم وكل ما خزن السعرات على هيئة دهون. وزي ما احنا عارفين ان اللي بيرفع هرمون الانسولين رقم واحد اكل وتناول النشويات والسكريات البسيطة، 2 زيادة عدد الوجبات على مدار اليوم، فعشان تخلي الجسم يوصل للخلايا الدهنية لازم تخفض من مستويات الانسولين. طيب ازاي نخفض من مستويات الانسولين؟ عن طريق تقليل النشويات وتقليل عدد الوجبات على مدار اليوم. فعشان كده افضل طريقة ممكن تتبعها لنزول الوزن من غير ما تحسب السعرات الحرارية هي بتناول وجبتين منخفضة النشويات ومعتدلة بالبروتين مع الالتزام بنظام الصيام المتقطع، بحيث انك تتناول وجبتين خلال 8 ساعات من غير سناك مع صيام 16 ساعة. لكن لازم نحرص وناخد بالنا ان الوجبة تكون متنوعة بالمصادر الغذائية المسموحة بنظام الكيتوجينيك دايت من لحوم ودهون طبيعية صحية وفواكه منخفضة السكريات زي التوت والفراولة والخضروات الورقية والمكسرات والبذور. فبالطريقة دي هنخفض ونقلل من مستويات الانسولين بالدم، وده يعني ان الجسم بقى قادر على الوصول للخلايا الدهنية وحرقها وانه يستخدمها كطاقة. ده كان شرح بسيط وسريع ازاي نخس ونخسر الوزن من غير ما نحسب السعرات الحرارية ومن غير اي جوع. لو شايف انك استفدت ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو عشان اليوتيوب يقترحه لغيرك ويستفيد منه، واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش طبعا، وشيروا الفيديو في كل حتة في الجروبات او على صفحتكم الشخصية، يمكن حد غيرك يستفيد منه. واشوفكم الحلقة الجاية. سلام عليكم.